حقق معرض الدفاع 2017 مشاركة واسعة من قبل العديد من الشركات والعارضين، كما تم التركيز خلال المعرض على التقنيات والقدرات العسكرية الدفاعية المواكبة للعصر. بمشاركة دولية واسعة، استقطب معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 الذي يقام تحت رعاية كريمة من جلالة الملك المفدى وبدعم من قائد الحرس الملكي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، اهتماما متزايدا من معارض الدفاع الدولي التي تقام في المنطقة. المعرض الحمد لله استقطب الكثير من الدول ومن الغادة المعروفين ومن الشركات المعروفة، وهذه من أهميتها أن تقرب التعارف وتقرب الأمور اللي في بين التحالف والصفقات اللي بتصير بين الشركات الدولية هذه. هذا الحدث يؤكد حرص البحرين على امتلاك ناصية المعرفة المتقدمة من خلال استحداث وإنشاء الإمكانيات والقدرات العلمية والتقنية للبيئة الصناعية العسكرية. من التقنيات الموجودة عندنا اللي عارضينها خلال معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع اللي هي آليات الإنقاذ وكذلك آليات المراقبة. هذه تقنيات صنعت بما يخدم متطلباتنا اليومية في العمل. آليات الإنقاذ مجهزة بجميع أنواع طفايات الحريق بما في ذلك طفاية الإيرسول المستخدمة حديثا، وكذلك استخدام أجهزة الإنقاذ الحديثة اللي تعمل بالمولدات الطاقة. كما حققت المشاركة في هذا المعرض نجاحا كبيرا من قبل الشركات العارضة في دول المنطقة، مع التركيز على القدرات التي تتمتع بها الدول الشقيقة والمجاورة. أكثر ما جاء في جناح المعرض هو طائرة بدون طيار التي تغطي دائرة بقطرها حوالي 200 كيلومتر، وهي لأغراض الاستطلاع التكتيكي. أيضا أجهزة الاتصالات الـ SDR أو ما يسمى بـ Software Defined Radio أو الأجهزة المبرمجة. المعرض فرصة لإبراز قدراتنا الدفاعية ومقارنتها في المنتجات الأخرى. نحن شركة الحصن مختصة في أنظمة التدريع، ننتج السترات الواقية في دولة الإمارات. عندنا أنظمة للتدريع للسيارات، الطيارات، السفن. عندنا سترات واقية للأفراد، عندنا كذا نوع منهن. المعرض أنه خطوة جيدة وبداية جبارة جدا، عندما نعرف أن هذه النسخة الأولى لمعرض الدفاع في البحرين، ونشاهد 155 شركة مصنعة موجودة في هذا المعرض. نشوف الشباب البحريني وهو ينظم هذه التفاعل الرائعة جدا، وهي للمرة الأولى وبهذا الشكل. فنتوقع أن النسخ القادمة ستتجاوز ما كانوا يطمحون له أصلا من البداية. إقبال الشركات العارضة على المشاركة في معرض البحرين الدولي للدفاع والمساهمة بكل فعالية يعد مؤشرا مهما على دور مملكة البحرين وموقعها الاستراتيجي واحتفاظها بعلاقات تعاون دولية مميزة نابعة من ثقة الأشقاء والأصدقاء والشركاء والحلفاء الإقليميين والدوليين. بايدك 2017 ليس إلا جهدا استراتيجيا يثبت قدرة البحرين العالية في تعزيز روابط التحالفات العسكرية الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق العدل وصونها. طلال نايف لمركز الأخبار.